فأبكم الله ونفع بعلمكم. يقول في سؤاله الثاني: كثيرا ما نرى ونسمع في المساجد قراءة القرآن على مكبرات الصوت وذلك يوم الجمعة قبل الأذان، فما حكم هذه القراءة؟ هل هي موافقة للسنة أم لا؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا. هذه القراءة في لا أعلم لها أصلا، والمطلوب ممن حضر لصلاة الفريضة أن يشتغل بصلاة النافلة حتى يأتي الإمام، أو أنه يشتغل بتلاوة القرآن كل يتلو لنفسه، أو أنه يشتغل بذكر الله عز وجل من التسبيح والتهليل والتكبير. أما أن يقوم قارئ ويقرأ في مكبر الصوت ويشوش على الحاضرين الذين يريدون صلاة النافلة، أو يريدون أن يقرأوا القرآن ليحصلوا على الأجر، أو يريدون الاشتغال بذكر الله عز وجل، نعم.